ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا مراسلنا من الكفرة مصطفى لوجلي. في البداية مصطفى أهلا بك، وبداية وردت لنا معلومات مؤكدة بتحرير 3 من المختطفين من المعارضة التشادية، يعني هل ثم لديك رواية رسمية عن ما حصل؟ نعم، بعد ما قامت هذه العصابات المسلحة وليست المرة الأولى بعملية الحرابة والخطف على طول الطريق الرابط مدينة الكفرة بمدن الشمال على بعد 90 كيلو من مدينة الكفرة في اتجاه الشمال، على الفور تنادت كتيبة سبل السلام بعد اتصال من آمرها إلى آمر القوة الموجودة خارج الكفرة، حيث كانت في مأمورية سرية. قام آمر الكتيبة الشيخ عبد الرحمن هاشم بالاتصال بآمر القوة الموجودة بالخارج، وعلى الفور اتجهت هذه القوة إلى مكان الذي تم الاختطاف من هذه العصابات، وتم تتبع أثر هذه العصابات إلى حيث وصلوا إلى منطقة أو بوابة اسمها البوابة الإسرائيلية موجودة في جبل كيلينجا. هذه المنطقة تواجد فيها المعارضات التشادية والمعارضات السودانية والعصابات التي تقوم بعمليات الخطف والحرابة، وبفضل الله تم اشتباك مع هذه المجموعات وتم تحرير أبناء مدينة الكفرة الثلاث. أيضا تم غنم سيارة لهذه المجموعات المسلحة، وهناك إصابة طفيفة لأحد أبطال سبل السلام، وهم الآن في طريقهم للعودة إلى مدينة الكفر. نعم، طيب هل وصلوا المختطفين لذويهم، وهل لك أن تطلعنا عن أوضاعهم الصحية؟ نعم، قبل قليل كنت على اتصال هاتفي مع احد ابطال القوه الموجودين في خارج مدينه الكفره، اكد لي انهم ولله الحمد بعد تحرير الاسرى جميعهم بصحه جيده، هم الثلاث بعد ما تم تحريرهم بعد ما تم انتحار هذه العصابات. تمركز عدد 4 أو 5 اشخاص في جبل قريب من بوابه الاسرائيليه، وقاموا بتبادل اطلاق النار مع ابطال سبل السلام، ولكن ولله الحمد خرجت قوه مسانده يوم امس طبعا لدعم هذه القوة، وتمكنوا من دحر هذه المجموعات وبضربهم بالكامل. هناك منهم القتلى ومنهم من قام بالهروب إلى داخل الجبال، لأن الصحراء شاسعة جدا، وللحمد لله الآن هم في طريقهم إلى مدينة الكفرة، وخلال ساعات سيكونون المخطوفين بين ذويهم وأهلهم، وبفضل الله وبفضل أبطال كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي. طيب هل هناك أسرى من المعارضة التشادية بعد هذه الاشتباكات؟ إلى هذه اللحظة حقيقة ما زال يعني ما فيش حاجة واضحة مع القوة اللي جاية من الخارج. أعتقد أن القوة فيه سيارات وقسمت إلى اثنين، يعني في مجموعة جايبة الأسرى ومجموعة متمركزة برا، يعني وما زالت تطارد هذه الفلول الهاربة. نعم، إذا مراسل قناة ليبيا الحدث بالكفرة مصطفى لوجلي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.